وجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل من المنزل للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكوميه خلال شهر رمضان المبارك بنسبه تصل حتى 50% باستثناء القطاعات الحيويه من الجهات الامنيه او الجهات التي تقدم خدمات الصحه والكهرباء والماء وشؤون الطيران المدني وغيرها من الخدمات الضروريه بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع التاكيد على مراعاه عدم تاثر الخدمات المقدمه للمواطنين والمقيمين في مملكه البحرين كلف سموه جهاز الخدمه المدنيه بوضع الاليات واصدار التعاميم والتعليمات اللازمه للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكوميه المنظمه لذلك